ميزه افريكا هيلث اكسكو ان هو بيجمع الناس الديسيجن ميكرز في مجال الشراء ومجال الدواء تحت مظله واحده. فزي ما قلت لحضرتك احنا في جهات حكوميه عربيه وافريقيه كتيره قوي مشاركه في اتفاقيات تصدير بتتعمل. لو كنا هنتكلم على السنه اللي فاتت هيئه الشراء الموحد وقعت اتفاقيه تصدير لدوله زامبيا والاتفاقيه ماشيه وتم التصدير بالفعل. ده على سبيل المثال في اتفاقيات تصدير بتتعمل، في اتفاقيات بالنسبه لتوطين الصناعات. احنا امبارح اعلنا عن انشاء اول مصنع بالشراكه مع شركه عالميه هينتج اجهزه الموجات فوق الصوتيه او الالترا ساوند. في اول مصنع في ادويه جديده هتبتدي تنتج في اخر ربع من 2024. في شراكات بالنسبه للانسولين بين شركه مصريه وشركه عالميه، برضو خط الانتاج ابتدى وهيبتدي على اخر السنه يبتدي ينتج فيها. كل دي شراكات بتتعمل عن طريق افريكا هيلث اكسبو.